الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الثامن من كتاب الكواكب الدرية، شرح مترجمة الدرية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. وأما الألف عشر جيس ديلان كتاب الكواكب الدرية، شرح مترجمة الدرية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. ونواب الأمانة عشر كاس الدين هذا وحن كسر جنة باب معرفة علامات الإعراب باب كي يقولي مسألة نحو ذا. ولماذا قال كعبير أهم أبواب النحو نحو ذا باب كي ذا باب كبوني مسألة قال أساس العربية كما عوان أو كواكب كشير الإنسان وكوار كدونا باب كقدم بين يسوون بينو خدمين هيا. وما الأريف مرك رفعة أي أقول إسباب معرفة علامات الإعراب مركوكها للرفع ونصب وخفض وجزم. رفعه الحوس والمريء الرفع للعمد بدل رفعه رفع قد وحاسكر وحي تير تير هو مرفوعات الأسماء وحرون وفاعل يا نائب فاعل مبتدئ خبر أفرتا وحيالها كلام كشران نواسخ حكم المبتدا والخبر مقيم نواسخ حكم المبتدا والخبر حكم كي المبتدا هي خبر كورا نصحي كان واخواتي ابا كيما كاد واخواتي ابا كيما الحروف المشبهه بليس كيما ان واخواتي ابا كيما كتاب ان الله ان فيه الجنس وقدر دون هي ظن واخواتها ظن واخواتها كصوم صوات الاسماء به ايوه توابع توابعنا وحالة ما تابع لا ينفرد بالحكم ويتبع ما قبله دائما في الإعراب. مركع الرفع للعمد إذا المغني سوح أساس الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره. نصبها هي خفضها وحدود بيس عن نصب للفضارات بل للفضارات وحيالها زيادة ديرية مفاعيش عشان تعيقه الريان. ها يا حالة تميز الكواس والمجرورات كذلك قلنا مجرورات من وفطرات. واما الالف الفتي فتكون وحيها هي الفتي علامه العلم للرفع قدوها في المثنى اسماء الله والله واحد في تثنيه الاسماء وهد الاجراء في المثنى رافعه هي وما حمل عليه وحن وحبار ملحق بالمثنى بل ايه الفتي هالبوصفي بوس كان في المثنى مثنى محل مبدا الف الف محل دكتور مثنى مثنى محل مبدا الف يقوم هذا الشعر لبضه الف وحي دكتور مثنى مثنى محل مبدا الف مثنى محل والله وكل اسم هو اسم كل اسم اسم دمان دلت الصياح على اثنين لبضه سيدي زيدان محمدان عليان أو اثنتين لبدي فاطمة تاني امرأة تاني بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ألف ينون بكل حالة الرفع وألف وكيل بدهي نون كروع وضع التوين في الاسم المفرد وما حمل عليهم به شروط المثنى لجوال شرع به مما فقد فيه شرط من شروط المثنى ووحل جوال شرط أو شروط المثنى كمان شروط المثنى إلى سجل من الشارع. وأما الألف ألفتي وتكون وحيانه ألفتي علامة علامة للرفع قدوة. وأما الألف ألفتي فتكون وحيانه علامة علامة للرفع وها. يو ضمنا هيك. في المثنى مثنيه يوم حمل عليه وحل وحمار من حمل المثنى نحو قال رجلان لبن با وحيدهم ومثنيه. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا وملحق بالمثنى واثنى عشر فانفجرت منه 12 عينا اثنى عشر وملحق بالمثنى سدح مثال بخوش هل هو مثنى لا ذكر هو ملحق اسكجر قال رجلان قال فعل ماضي ده رجلان قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
تنجران وابرات ومحل شاهد وبيت القسيد ومربط الفرس وجدري رجلان فاعل قال مرفوع وعلامة نفيه الاليف ياوة عن الضم لانه مثنى ونور عوض عن التويل في الاسم المفرد رجل با رجلان له جمع رجلان فاعل قال مرفوع وعلامة نفيه الاليف ياوة عن الضم لانه مثنى ونور عوض عن التويل في الاسم المفرد ان عدة شهور بلها ترضون عند الله اله الكيس 12 ربيع الطهوي شهرا من شهر ابرد شارة التمييز بعد العدد كان مراد كان في ريحة وعيثنا لكن إن حرف توكيد والنصب تنصب الاسم وترفع الخبر عدة اسم إنو إنو حرف توكيد والنصب تنصب الاسم اسم يقرق عدة أو تنصب الاسم وترفع الخبر عدة اسم إنو عدة اسم إن منصوب وعلامة النصب بضعة ظاهرة في آخره عدة مضاف عدة مضاف عدة مضاف أشهر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر عدة وظرف عند ظرف المكان منصوب على ظرفه وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخر عدة مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر والظرف متعلق بعدة عدة كتعلق عدة كتعلق عند الله إذا هي اكتسق وترى إذن مراكين واحد مراكين المهم محل شاهد لما دقوا لما نقرأوا إذن خبر إن ده إذن خبر إن مرفوع وعلامة رفع الأليف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى إذن خبر إن خبر إن مرفوع وعلامة رفع الأليف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى عشرة في مقابلة النون في مقابلة النون أما نائبة مناب النون فرا إثناء خبر إن مرفوع علامة في الألف إثناء ألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى معاه ملحق لا واحد له إلا في المفرد معه أو إثناء هذا إثنون إثناء ذي واحد رمى ها أما رجلان هجون هل بعد بيتان لو يقول بيت مال كتابان كتاب مال قلمان قلم إذنان إذن ما بدي سوى إذنون وعدنا ما عشرة بعصوها عشرة في مقابلة النون مال نون كي بيدر كده إذنان سماه نصب إذنان أما نائبة المناب النون بص في نون تيدك شهر التمييز بعد العدد شهر التمييز منصوب علامة النسب وضعة ظاهرة في أخي فانفجر ذو حبوقه اضرب بعصاك الحجر فانفجر الوحى برقض منه من الحجر الدهر اثنتها عشرة ربيع طبل عينا من عين وإرض فانفجر الفم بحسيما قبل قال له سيد ربك فإي واو هذي قول أصبادان الفاو بحسيما قبل والواو بحسيما قبل بيت صلاة الأولى وحب الفاو الفصيحة فاو حرف على ثاني فاو الشقوين بارم القصر فاو السرية ستين أفين ستين أفين يلا فاو الستين أفين هذا الباكد وهو الستين أفين قاعد يسكوها فقسين فاو باللغة مركز يضب باللغة فاو الفصيح فاو الفصيح فاو عدفاء فاو السرية مركز فاو أهول بارد صادرت ماشي كدر تتقرمون الفاو بحسب ما قبله واو هنا واو الاستئناف وهاجر واو الحاء واو المعين سواه البدين ما دام واو اهو رب ضقيما استغنى وحارني الواو بحسب ما قبله سياره وخلدم مركب خلد معي فانفجر الفاو بحسب ما قبله انفجر انت رأى الكجوك توعد اسكت انفجر فعل ماضي انفجر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من العراق وتاو علامة تانيث ماضي وتاو علامة تانيث من حرف جر والهاو اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر من حرف جر والهاو اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بفجرت انفجرت كتعلق الجار والمجرور متعلق بفجرت انفجرت اثنتا ومرت
إثنتا فاعل انفجر إثنتا فاعل انفجر مرفوع وعلامة رفعه الألف يا إثنتا فاعل انفجر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى عشرة نوى في مقابلة النون ذي وقر نساء أما نائبة من على من عين تميز إذن أتى ويمرات كأنه فاعل انفجر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى محام ملحق لا واحد له من لفظ مفرد مرها إثنى إثنى طن يوحد إلى من قرص مركا وكا مثنيا الموسم در الف يا الموسم در الف الموسم در الف حاله رفع جو الف حاله رفع جو اهل الموسم در ومثنى مثنى محل بدا الف قال رجلان جاء الزيدان جاء العمراني مركا زيدان فاعل جاء مركا مرفوع علامه رفع الالف نيابه عن الضم لانه مثنى نون كان عوض عن التوين في الاسم واما نون نون تبيع فتكون وحيان هي ننتي علامة علامة للرفع قدوها في الفعل في الكلع فعل كان مضارع مضارعة إذا اتصل ذو محل في فعل كمضارع ضمير تثنية له ضمير فتح نحو النجم والشجر يسجدان والنجم حدقي والمفصل حدقي وحيث الله إنه والنجم جيت في اللهين قدوك النبات الذي لا ساق له ها جيده على وجيفت اللي هو قال سيدا قرها وكل كل كاس كبحه بير اللي إذا قرر جينا بدون بوله ساس كبحه ما مركة كلب ضيخ وكمان كلب ضيخ سيدا قريه أو كلا أقول جيف تجي بير اللي هسيف عم سكر وشجر يجيده بدون كلاها سيدا تمرتج هذا جيت وين إذا أركت لاركي إذا فضل له والنجم يوشد يسوداني كو سجودي وين يسوداني وين ملاكين فانا دي يسوداني أو ضمير جمع جمع ضمير كنحو أتبون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون والذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب وعلى فوق الله الذين يؤمنون بالغيب مالك وحين نكاقة بانعنا محل الشاهد يسجدان والنجم والشجر يسجدان النجم ممتدى هذا الكذب الواو واو الاستئناف والكذب النجم ممتدى مرفوع علامة في ضمة ظاهرة في آخر وشجر رفعه الواو حرف عاد من الشجر معطوف على النجم وعطف المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره السودان في علم الضار مرفوع وعلامة رفعه بثبات النور لأنه من أفعال الغمز بثبات ولا بثبات بثبوت ولا بثبوت النور لأنه من أفعال الخمسة وألف التثنية فاعل نون على سكون في محل رفع و يسودان ذو الملك يسودان في علم الضار مرفوع وعلامة رفع بثبات النون أو بثبوت النون وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا رابط هنا والرابط ألف التثنية أو ضمير الجمع نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون الهمزة للاستفهام التوبيخ عنو استفهام كقرآن كنت أولي ما قال الله وحيد عنه الصدق من استفهام تقريب على تقريب الصغير واحد يجري مع الوشة سيدة ألم نشرع لك صدرك ألم نشرع ميانا واسع النبي صلى الله عليه وسلم لك عليه وصدرك الأرض أي شرحنا هو واسع النبي هذا همزة استفهام تقريب على تقريري التقريري بالتاء والقاف والراء والياء والراء التقريري الصغير التقريري همزة الاستفهام الاستفهام التقريري بعدك استفهام تقريري من نوع توبيخ وتقريع عنان كانوا كلو أتمنون ما إسيسا من إنكاري بعدك إنكاري أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام موحو أمرين يوصو أمرين ولو إنكر حيا كان وحلا استفهام إن كان ولو إنكر حيا أتبنون الهمزة للاستفهام التوبيخ والتقريعي أتبنون الهمزة للاستفهام التوبيخ الهمزة للاستفهام التوبيخ تبنون ويمراتكم فين أحد تبنون فعل مضارع المرفوع على مترفر بثبات النون تبنون فعل مضارع المرفوع وعلى مترفر بثبات النون لأنه من أفعال الخمسة واو الجماعة نفاد مبنى على السكون في محل رفع بكل ريع جار مجرور كاف تعوج بكل أربع حرف جر كل اسم مجرور بالباء وعلامة الجر كسرة ظاهرة في كل مضاف في عين مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر آية مفعول به منصوب وعلامة نصب وضعة ظاهرة في آخر تعبثون واللم وفعل مضارع سان أفعال خمسة تعبثون فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النون لأنهم من أفعال الخمسة واو الجماعة فاعل من على السكون في محل رفع وتتخذون الواو حرف عطف اللام تتخذون فعل مضارع مرفوع على مترفع بثبات النون وواو الجماعة فاعل من على السكون في محل رفع وتتخذون مصانع تبعون بهم مصانع يسان يسان هذه اتخذ الأقل رقمين لا مفعول بك الله مصانع مفعول به منصوب علامة نصب وضعة ظاهرة في آخره وتتخذون بها ليس مصانع بركدور ما يرى بها ممكن حيض لعلكم تخلدون ويمرادكم لكن لعله وحرف ترجل والنصب تنصب والاسم وترفع الخبر والكاف اسم لعلك اسم مبني على الضم في محل النصبين واسم والميم علامة الجمع تقول تخلدون الفعل المضارع المفعول علامة تردد تفرقون واو الجماعة الفاعل مبني على السكون في محل رفع الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعلك في محل رفع خبر لعلك الذين كويوا يؤمنون الرمين أي بالغيب غيب الرمين أي الذين كويوا اسم يا موصول وفي محل الجر وصفة للمتقين أولئك على هدى من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى هنو قرآن للمتقين قوة لك عبسد أيوي الذين كويوا المتقين تأس بارك الذين اسم موصول صفة متقين مبني على الفتح في محل جر يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع واحنا وصل صغير جر والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل من الاعراب اسم موصول على اسم موصول لا يتم الا بصلة وعاد وكيف هي الجملة اللي هي الصلة هي ضمير الله معنى الجملة كلها والعائلة عائلتنا والجماعة ضمير في الاتصال كالجالس طيب بالغيوة جالي مجرور أو ضمير المؤنثة في لدينا الضمير في الأرض خاطبة للأهل لنا أتعجبين ما وحى الله يا أبي من أمر الله أمرك يتلو هذا بعلي شيخا أأريد وأنا عجوز بيت أنا وحرق ميان الدق ودهوين وهذا كان بعلي وانك شيخا حاب يوم الدخول فقال قالوا أتعلمين من أمر الله أتعلمين الهمزة للاستفهام إنكاري أيضا وإنكاري هذا إن يسو شيء وإنكاري وأبو إنكر عياه أنا وحكونا قالوا كذلك قال ربك ربي قام سايري أتعجبين الهمزة للاستفهام الإنكاري تعجبين فعل مضارع مرفوع علامة رفع بثبات النون ويا المؤنثة المخاطبة فاعل من على سكون في محل رفع من حرف جر أمر اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر أمر مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر نون هل بوس بيدك هل بوس نون وجودك حالة رفع البوس بيدك بوس هو أفعال خمسة أفعال خمسة بحال نون بثلاث نون نون تسكن عن شيء
يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين لدوك لدري يفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال نون مركة هم بوصوا الاكتباس أفعال خمسة لي. لكن أفعال خمسة هو فهم السلع أسماء الخمسة أفعال خمسة نحو ليه دقار ما اسكرا استلاح أفعال خمسة أرقى السلع أخرى أفعاش شمتة سامر نون هل بوصوا الاكتباس السلع صحيحة وحلوية غن أمثلة الخمسة شمي ثاني وهو فعل مضارع وهو تأليف التثنية أم واو جماعة مياه مؤنثة المخالفة واو فعل مضارع وهو حال حليلي ألف التثنية أما واو جماعة مياه مؤنثة المخالفة أسماء الخمسة لا كفير وأسماء شنا متكست الجوني دي سي حكمكم ما كده أبوك أبو أخوك وأولاد الله مثلا اسم له حكمك كده حيلك هو الوجود كده حال ترفع حموك فوق ذو مال كواسيدي ما أفعال خمسة هو فاهمي أفعال شمع واشتهرت بالخمسة الأفعال بيكون شروع ذي سمع وهم فعل مضارع شن مثال مرقى مثلة الخمسة اللي سيدة فيها قارة وزام الخمسة يبقوا مقعب حلقة وحاكو لما ذي فيري عند حوله الرفعة رفع مركب محي دكتي فيري حال حوله هذا اسكتي رفعة وهو يدع وضغط أم البعض أفر علامين للرفع علامة أفر علامين ضم وأسر يواو يألف ينون صدها ضم ذي نائبكين يواو يألف ينون أفر وعلك أفر علي أفر علامين ضم ذي هو الرئيس أفر بوصفين اسم مفرد جمع تفسير جمع المعنى في الثاني في المضارع الذي لم يتفسر بأخذ شيء جاء زيد ورجال ومسلمات يضربوا أفرتي أفرتي نبي ما قوى أفرتي على ما يضبحي إيه ضم واو ألف نون إيه ضم ذي أفرت بوصي دكتور اسم مفرد جمع تفسير جمع رسالة فعل المضارع الذي لم يتصل بأخذ شيء أفر يا أفرت أسوك يا ماغا سيدي زمان والله بوصي دكتور قد هو أجام بذكر السالم يا أسماء الخمسة جاء زيدون يجاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وبدو مال سيدي دي لو طوان زمان ألف البصري دكتور ومثنى جاهز زيدان طبعاً كي هالك نبي كويت وانصمم نون البصري دكتور أفعال الخمسة أمام سنة أبطل خمسة أمام وزام الخمسة أفعال الخمسة اسكم مشهورة كويت طبعاً كي كنبي لويت وانصمم يدي هو يد أهيد الطغضة هيد كده ورفع ذا نمالك ورحوا عليه دكتور حواليه المعكس يدي نطير ماهو صدحيته حوالا رفع مرق وصدح ولا رفع قصده وللناس في قرنك وحاوصون خمس علامات على مليون وشنا للناس وآخر كيو المقدمة خمسون ومتدم وآخر خمس علامات مضاف إليه وللناس في قرنك وحاوصون خمس علامات على مليون وشنا ألف العطوة وصونات كبدل خمسة كبدل ألف العطوة وصونات ويف العظم الأصل وأسر ولا ألف ألف وصوناته والكسرة وصله واليوية يحذفونه من تبينته وهي أربعة ضمة دي وألف هي كسرة دي يحذفونه نائبة وحي نائبين عن فضحة فضحة أو فرساء الدهر ناس وشرع على ميدان شمع على فضحة ألف كسرة يحذفونه شرطة على فضحة أصلا عفرتا كرمية ألفت يا كسرة يا ذي حذف النون وحيناء كي فضحة مسألة الكبرى الواطس مسألة الله وحكسوا اللغة العربية القرمية أو مرعى الواطية أوفر وحكسوا اللغة العربية القرمية أو مرعى شنطة يكون بني فضحة ألف كسرة يا حذف النون شنطة هو الأول ما قرم بني هبا شكل هبا الشكل وحكى سؤال اللغة العربية القرمية محاشر دي أمروا على ذلك مروا باوك أنا مروا العراب بسوكسي ممني لك مهلا وحكى سؤال اللغة العربية القرمية موضوع عربية شان تنبيكم كل بيه فهذا ألف
فتحة ألف كسرية عزو نور شندل التوي مقر إغنى ملاقر إغنى لا شك في ذلك. لو كان منصوبا لم يصيب بهذه الخمس هدو منصوبا على عشان ترى له مقر إغنى وللناس يقر إغنى وحاوزون هذا خمس علامات على مينا شنال فتحة الله سنة تقر إغنى وهي فتحة الله سوى أسر ولا ألف ألف وسنتي والكسر توصيه والياء ياء وحد نور النون تبين وهي أفرت الضم أفرت الضم ألف كسرة ياء حذف النون أفرت فرع عليها من نائب نائبة وحي نائب بين عن فضحة فضحة فأما الفضحة فضحة فتكون وحيان علامة العلامين للنصب يقربها في ثلاثة مواضع سطح بص في الاسم اسمي المفردية مفردك منصرفة كان هيا من قد ما يتوينك عبرا أو غير منصرف من التوين كأبري كسو حالة الرفع حالة النسوة ما لا يسرف مخصي شو أقول لك وقتر يا بسكاسو ما لا يسرف مخصي وتبيدين والتوين يوصي نحو واتقوا الله إلهي كبق ووهبنا له وحانوه بين إسحاق ويعقوب وإذ وعدنا موسى كان ومقدر ذي إسكندر حتى إشاء إسكندر واتقوا الله الواو بحسب ما قبل وصورت اتقوا فعل امر مبني على حد اتقوا ويمت يتقون مضارع سالوا فيه مركز امر مضارع سفيه اتقوا فعل امر مبني على حد في النون وواو الجماعه فاعل مبني على سكون في محل رفع الله السلام عليكم كبرا الله منصوب على التعليم الله منصوب على التعليم تأدبا الى بسيطات تأدبا الى بسيطات إلك لما أشعر مفعول به أرضيها لكن وإن إذا بسرع مالك الله منصوب على التعليم منصوب على التعليم كأدوه منصوب على التعليم وعلى مدولة سيما أرض الله يمكن على آخره فير سمات واللفظ الجلال منصوب على التعليم سمات أصل كأجيب كيب وأبناء له وحنوه بين إسحاق ويعقوب وأبناء الواو حرف عاصم الواو بحسب ما قبله وهبنا فعل وفاعل ويهب حد الفعل هب حد الفعل وهب وهب حد الفعل وهب مبني على السكون الاتزان بضمير رفع المتعلق وأنا فاعل مبني على السكون في محل رفع لو جار ومعجر متعلق بوهب وتعلق إسحاق مراد جوي مفعول به منصوب علامة نسبة عبد ظاهرة في آخره وأنا ما أنا أستلف للعالمية والعلم العالمية والعلم لا باعي إلا ما أنا أستلف لي عالم وهي أجمل وهي ويعقوب الله حرف عظيم عقوب معطوفا على إسحاق وعطف المنصوب منصوب على من تنسي وضعت ظاهرة في آخر وإذ وعدنا موسى موسى وإذ وقت كشك وعدنا موسى أربعين ليلة و وعدنا فعل وفاعل وموسى ومفعول به ولمن قلنا وعدنا ويتعدين إذا مفعول أول منصوب علامة النسي موسى وعمرات كان مفعول به منصوب وعلامة النسي فضحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعدد لأنه اسم مقصود وحيث الإدريس أفض عظيم وفي جمع التكسير الججم تجمع منصرفا كان هايا بتوين كأقبر وغير منصرف هايا بذن توين كأقبرين وما لا يسر نحو وترى الجبال وكي أقبل هيا أبيه وترى وأرجع الجبال بوره ترى الواو بعصير ما قبل وترى في المضار مرفوع لتجرده من الناس والجاز وعلامة رفع ضمة المقدرة على الأليف من عمين ذورها التعذر وفي المضار المعتر وفعيل وضمير مستقيم بجوم تقدير وأنت الجبال وامرأتي الجبال مفعول به منصوب وعلامة الأسف وعبت ظاهرة بآخر وعدكم الله إلهي وعيدي وهي مغارم غريم مغارم ذنبي وسيرة من ترجمة وعد فعل ماضي لحد من عرفة لا محل من الإعراب والكاف مفعول أول مفعول وصور مريم وعدكم وعد فعل ماضي من عرفة لا محل من الإعراب والكاف مفعول أول والكاف المفعول أول من على الضم في محل النصب والميم علامة جمع الذكر الله فاعل مؤخر الله فاعل مؤخر مرفوع وعلامة جرى في ضمة ظاهرة فيها غيره
ما غانم مفعول ثالث منصوب علامة نصب فعبد الله يرتب في آخره ما غانم إلا من توين وما لا ينسلك وصيغة تنجو وأنكحوا بوري على أيام قوة هير العنت الروح الكفر على أيام قوة كروكا لكن الروح الكفر جمع أي من أو من لا زوج له والروح على معنى أهي أما أبري أما هنو روح بكار وقول بصور مري أما طيب هنو معناها سيقول بإنه على أيام قوة هير العنت مين هذا شرح وهو جمع تكسير مفرد وعيمه وهي التي وعمد لا زوج لها على معنى الله البكرة كانت هالنقطة وصيبة ولمن يسوى حقا هو يجب أنسوا لعيو وتقال وعبيد من لا زوج له روح على معنى الله لن ينابوا من دونها وأنجعوا بني الأيام الأيام على ويمراك فاته ومفعول به فالحديب المقدرة فالحديب المقدرة وأنكحوا الواو بحسب ما قبل أنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون واو جماعة أنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون واو جماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع الأيام مفعول به منصوب الأيام مفعول به منصوب علامة نصب فرعة مقدرة على الألف منع من دون تعذيب لأنه اسم منصوب وفي الفعل فعل كبير بوصلة ستعالي فتحتي وفي الفعل فعل يبدأ فعل كان مضارع مضارع إذا دخل على دون عليه فعل كان مضارع ناصر متقطع أورام يتصل سبعين بآخر آخر ليس شيء وحده نحو لا ينال الله أن يعني الله يقول لها لا ينال الله لا ينال لحومها ومتها أي بقر سامي دمر يا مت مت دمر مت شرح إنه وسع شرح لكن مت لو أنا خص نعم لا ينال الله ألا مجعل لحومها إذكي ولا دماؤها مارك لا ينال الله لا ينال ويمرت مارك لا ينال فعلك مضارع منصوب فعلك مضارع منصوب بلن أنت سألوه لن عرف النفي والنصب واستقبال أن ينال فعل مضارع منصوب باللن لن حرف النفي والنصب واستقبال ينال فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النصب وعطن ظاهرة في آخر الله منصوب على تعليم وصاحب الله منصوب على تعليم وعلامة النصب وعطن ظاهرة على آخر لحوم انتبهك كجور فاعل مؤخر لحوم فاعل مؤخر مرفوع وعلامة النفي ضمة ظاهرة في آخر لحوم مضافة مضافين من على سكون في محل الجر ولا دماء وحفة عزونا أن فيه دماء معطوفة على الحمو وعطف مرفوع مرفوع على مترفي طبعة ظاهرة بأخذ دماء مضافة مضافة لمن على سكون في محل الجر ألقى وحوكتك فعلك مضاعر فتح مركة الله نصبنا فالحديث المقدرة هل مربع المقدرة مربيا معتل بالألف ألف هدو قبوك فتح مقدرة لن يخشى لن يسعى لن يلقى فرقتان مسجد قدر ساتا فعلك مضارع مرفوع حالة النسبي في الحديث عن مرض المقدرات ومرفوع معتل بالألف أما معتل بالواو والمية ومعتل بالياء فالحظ والله ليس لن يلوى لن يرمي لن يغزو لا يسوى قرأت لن ندعو من دونه إلها لن ندعو فقال كامل بيهي فهام قدر أبو معتل بالألف لا يخشى من حرف الألف والنصب واستقبال يخشى فعل مضارع بعد منصوب له علامة النصب فضعة المقدرة على الألف منع من ذوي التعذر وأما الألف فضع مركز الأحباط بيد اكتب اسم مفرد جمع تاكسي فعل مضارع إذا دخل عليه الناس ولم يتصل بآخر شيء رأيت زيدا ورجالا لن يضرب وأما الألف فأردت فتقوم حيا علامة العالمين للنصب قبل جوعا في الأسماء أسماء الأسماء الستة الإحداية أسماء الخمسة الليلة هداية وهل الكريم قوة وفي القدرة هي وكذا بسماء بسماء أفرصا والنفس في الأرض أرضه
له ما كان محمد النبي محمد ما أبا أحد أعلى به من رجالكم رجينا كم ماضي اسكنا فيه كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر كان فعل الماضي ناقص محمد واسمه كان أبا صار النبي هذا أبا ما إنه أبا أبا خبر كان أبا خبر كان ما كان محمد أبا أحد ما نافية ماضي الحق كان في الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر كان في الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر محمد الاسم كان مرفوع على مدرة في ضمير ضارب في آخر أبا خبر كان منصوب علامة النصب الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمس أبا مضاف أحد مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخر من رجالكم وعجالي مجرور مضاف إليه ونحفظ وحن حفظنا إن أخانا ولا كان ونحفظ أخانا ونحفظ أروى وحرف عشر نحفظ فعل مضارع مرفوع على مدرك في ضمة ظاهرة في آخر وفاعل وضمير مستتر موجب تقدير نحو أخا إن تعرف كل يوم مفعول به منصوب وعلامة النسب على الدنيا وتنعى الفتح لأنه من أسماء الخمس أخا مضافنا مضاف إليه من حرصكم في محل دين ورأيت حناك حماك وحناك وهناك رأيت فعل وفاعل حما مفعول به منصوب علامة النسب على الدنيا وتنعى الفتح لأنه من أسماء الخمس حما مضاف وكاف مضاف إليه من عرفة في محل دين وهناك وسكر الدرع ليسوا موافقا وينقص أديس الأسماء أديد والعب أرجع كان ليسوا موافقا هناك إنه أسماء الخمسة كم هي أسماء الستة أديد ليسوا موافقا إن حركة الإعلام دول بني جاهن رأيت هن مرت بهني هناك سيدو هذا قوة رأيت هناك رأيت بعلي فعل هناك مفعول به منصوب على مثل الاسم على الفنية وتعالي فتح لأنه من أسماء الستة اللي هنا مضاف الكعب مضاف إلى من عرفة في محل الجد أنا أكيد قوي من المصير أنا أكيد أن كان إروى هو يسوي ذا مال حوالا من صاحب أن كان إروى هذا هو يسوي اسمه إيه أهل كاكوجة ذا مال حوالا من صاحب هو بن أن كان ذا مال هو بن أخرس من الشريخ بكسودة ولا أغير من المغير بكسودة وقال سيفوين حمو وشعي سيفوين أدريد سقال سيفوين دائر الرف ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاع من أمين مناع للخير معتدي أثيم عتل بعد ذلك زني ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاع من أمين وحب الشائم بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني ما يقول رديد مرسلين قرطة وصفية قبتان رأي ويصور أخرص من الشيخ البيد وليد من غير وخدمة الموت نماشا صفاتا عبودا من زنيم وولد الزناء شرع على قلنا مرقوا عادي يسافر وصوق عادي مستقنت على روح البيئة مرقوا سهويل وتوي رقورتا كادرة محمد بين مشي يهرون إيش مرقوا وراء أباها محمد اللي يجري يمتك على السوق قاعد ساسو كدا يدروت سو مرقوا الله يقول حليد وليد معه سلانتا قاربا وليد آخر أسبوع سهال سفوك كلا طرب أن كان ذا مال وبنين لكن إنك ويلة شبلا لها ولد من المغيوة وبنين شهودة مالك أنا نقول شيء موقت فتقول ده مالك النب كان هو أصمين على أي كبير كان بني آدم كوحي آلها كبير كوكو كان وحاكم من النعمة إنه خوار بضان هست إنه ويلة بضان هست عافي مال هست نعمة عددك قاد كبيس يا طيب أو بدر كل ذي سيقاء أن كان أن عرف المصدر والناس من دهر كان فعل الماضي الناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود قولا من كل حلاف أن كان إنه هذه هو كصفات كلام ك
كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم الضمير المستتر الجواز تقديره هو لا مراد واقع لا واقع لا وعادية خبر كان لا خبر كان لا خبر كان منصوب علامة النسب على الف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمس لا مضاف ما لم يضاف إليه مجرور علامة الجر كسرة ظاهرة في آخره وأما الكسرة كسرة جميع فتكون حيانية كسرة مركة ألف نحو قوس بيتها قوس ألف وحارة النسب إليه وتعالى أسماء الخمس أسماء الخمس ألف وأما الكسرة كسرة جميع فتكون حيانية كسرة علامة علامة للنصب قريبها في جمع المؤنث جد في جمع عيسى السالم النوادر وما حمل عليه حلو وحمار ملحق منه ملحق بجمع المؤنث السالم شروط بالغه جمع من السالم ومحاته أو سب الله عمله واسكسير قالوا حيث ما جمع بألف وتاء مزيدتين ووحي جمع لغاية ألف يتاء زيادة ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا حيث كتابه نتاس مرة ما جمع بألف وتاء مزيدتين مسلمة مسلمات مسلمة مسلمات قالوا عين ما زيد بألف وتاء ما زيد ذلك ما زيد بألف وتاء مركب وكلها شرع مسألة من وقوع شباب ارتجاع ما سالم وخالي من التكسير السالم كان بذكر من التكسير جدا مرمر ما هو حادر كانت تجد بير إلوكا يغفر ونستغفر سجدتون سجدات سجدتون هل سجود جمع سبعين جمع رسالة سجدات تكسير وقال جدا بسمعي حقيقة كاكا جيب المفرة ومروحة على كسنة سج سجدتون سمعي جمع عين وحالي سجاد سجى حركة يسبدون انت يسبدون كما يسبدون نعمل والله ترنا والله ترنا لكن واحد كانوا يسبدون لما انت ركعتون ركعات ركعتون ركعات مركع صوت الوحيد يغفر هذا سكير لكن ما لها مجدد دي القلوب بل بيريا ما أم تكسر كسجدات بفتح الجيم سماء فإن مفرده سجدة وبسكونها وأما الكسرة كسرة فتكون أحيانا علامة العلامين للنصب قربها في جمع المؤنث الذي جمع عيسى السالم الورد وما حمل عليه مثل وحمار له خلق الله السماوات خلق الله إله وأخره السماوات سموك السماوات لها دول سكوير هايستا ممفعول به باء بسوى أرض وحيد ومفعول مطلق سماء عليه وهل يسكوها ها وحن جدب كن سماها السماوات مفرد وسماء سماء 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 رشاد وحيد سماء وات سماء وات ما كقاب وطولا خير سماء وات قلت على الأكثر جمهورته حيث أعطيك مجرم مع مسالمي لكن وحوغا هذا الباميش هاته وين السماوات إنوية إنه وحيده إن قاعدة النوش هاته جمع مسالم حالي سكوه سيدي سيسوى عرفية تقول سيدي سيسوى مسلمة مسلمات هند هندات سيدا سيسوى مركا وحيده السماء معنى السماء أو همزري يلعب سماء وات سماء وات إنه يجب قلقه وقلقه دي يسوح له يجمع السالماء واصل فيه لعدها السماء وات مفعول فيه النقص لعبه المواصل وقيل مفعول مدرق على من يجب في الموري وهو سواء وقت رضا لك ولبشي ولبهريمي من شام على ما أوش على ما يا
خلق الله إلهي ورباب لي السماوات سموين كجمع ونسال مهموضة خلق في الماضي الله فاعل خلق في الماضي من عرفة الله محله من الإعراب الله فاعل وخلق مرفوع على كل أبي ضمت ظاهرة بياته السماوات مفعول به منصوب على كل الناس به على الكسرة بعد النيابة عن الفتح لأن السماوات مفعول به منصوب على كل الناس به على الكسرة لكن كهين داتي للناس به انكسر هندادي وحي لمدة وحاله وحا كردقوه ويرو كردقوه أصلكس لكن كهنداتي للناس به انكسر السماوات مفعول به منصوب على كل الناس به الكسر نياوة عن الفتح لأنه جمع نصر وإن كنا هدينا وإنك أولاتي حمل أوكو صاحب أولاتي داو أولاد هاي سكول دي لوغا لما عمري هامرين أوه دي أولاتي 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 حمل إلى حاجة مضي على ربطة مثل هذا السلطان مصعب قرأت الجداشي نوع فات ومجمع الفات في أقول يا تعريف المصحف إصطلاحات وضبط كتاب ديال فأيضا بر الله الأكبر وإن كنا الواو حرف عاطف إن حرف شرط جازمي يزيم فعلين على أول فعل شرط وثاني جواب وجزاء كنا كارا كنا تخفيف التفكي كنيسة وطفر عيسة كنا كارا في علماء يعني عرفت في محل جزمي فعل شرط بعده طيب كان في الماضي نعم استرفع الاسم وتنصيب الخبر والنون النسوة اسمها ويكون نون النون النسوة اسمها من عرفة في محل رفع له أولاتي خبر كان أولاتي خبر كان منصوب على مد النسوة أو كسر لي أو تعرف لأنه ملحق بجمع المؤنث سال مفرد من أولات مفرد من وإن كنا هذيا أولات حمل أركو صاحب كسر لها الموصوي دفت الجامعة جوان وصال محرور وقرنها كسر وأما لي أبي هذه فتقول وحياني علامة العلامة للنسو قرنها في موضعين لو مصلحة في المثنى مثنيه يوم حمل عليه وحل وحمل في الحق المثنى له ربنا يا ربنا وجعلنا نبي المسلمين يقولوا قاسمين لك إذ وقت أرسلنا عند إليهم حقود الاثنين لهم ربنا واجعلنا مسلمين مسلمين داوي اجعلنا فعل أمره يهدمن على صفور اجعل لي الأرض تظهر نعمك اجعل فعل أمره من على صفور لا محل من الأرض اجعل فعل أمره من على صفور لا محل من الأرض مرك فعل أمر يا ربي ما يفعل الدعاء تأدبا لسغا اجعل فعل الدعاء بعدي صيغه هو فعل أمر صيغه قرطا في عليه تأدبا اجعل فعل الدعاء بعدي فعل أمر بعدي هذه لكن وحيدا يجي كوكي من الأعلى إلى الأدنى فعل أمر من الأدنى وجه أسكته إلى الأعلى فعل الدعاء اجعلنا فعل الدعاء انك وسط ظفير اجعلنا فعل امر مدير سما يا سيدة سهلة محاول ماشي دعاء فعل الدعاء بعدين تأدبا تأدبا اذا كان بعدين صح بس فعل امر ما هسه يا فعل الدعاء اجعل فعل الدعاء نبني على الصقور لا محل من الاعراب فاعل وضمير مستتر وجوبا تقديره انت لا مفعول به ده هذا مفعول أول وين جعل لا مفعول قال لا مفعول أول من على صفر في محل النصب مسلمين مفعول ثاني وأملاك كذا واحد مسلمين مفعول ثاني منصوب وعلامة نسبه الياء مسلمين مفعول ثاني منصوب وعلامة نسبه الياء المفتوح ما قبلها المفتوح ما قبلها المنصوب ما بعدها نياوة عن الفتح لأنه مسلم ومنعوض عن التوين في الاسم لك جاري مجروب القطع إذ وقت أرسلنا عن جبه إليه الحق إثنين إثنين داوي ملاد وقبو الحق وإن الحق إذ وقت أرسلنا عن جبه إذ وقت إذ ظرف الزمان وفي ليس كبروبي إذ ظرف الزمان من على صفر في محل النصر أرسلنا في حلو وفعلي إليه جاري مجروب إثنين ومفعول به منصوب علامة النسوي الياء يا وتر عليك لأنه ملحق بالمثنى وديه
لا واحد له من لفه ما راح مفرد وصلاة ربنا ربي قالوا أمتنا وندش إثنتين داوي مراد ربنا ربك منادى حذف منه حرف النداء يا ربنا رب منادى منصوب على مدن صفات عبد الظاهرة في غير رب مضافنا مضافين من على سكون في محل جر أمتنا وندش أمتنا فعل وفاعل تفكير بوزع أمات وفعل كي ماضية تاذي لبوجد غامل هي ناظر مفعول بها أمت تا أمت تا واد شيء نعمك أمت تا أمت يتا مكاد ينتفير أمت تا لكن الغام كما قلنا تاذي لبوجد أمت تا وقايا هذا التفكير عن أمت تا مركة أمت تا فعل وفاعل فعل وفاعل إدغام كذا قرية تأتي ساكنة أمت أمت ما مفعول به مبني على سكون في محل نصب ربنا إمت إمتنا إمتنا ميوزت ما هما ما هو على الرواية دي كجرتي غافر ربنا أمت ثلاث مرتين وأحيي ثلاث مرتين أمتنا بيجي قري أمتنا ثنتين أمتنا ثنتين وأحيي ثنتين والمعنى هذا مفصلين فيها مفصل لغة بحياة وحالي وأحيي ثنتين وأن ليسي الله إثنتين لو نقري لكن أمتنا وأن الذي شاء الله إثنتين لو وجه إن وحيتنا وان من موريسي إثنتين وفير مركز مجدون توان ماشي موت مجدون الحمد لله الذي أحيانا بعدما مات رسول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في المنام مركز حالي أمتنا وان الذي شيء إثنتين لو أجل حكا المركز المدينة قبل المبيه لقريب لا عايز في مرة الدنيا زي ما قطر وليد والميت والمقتول استكمل أجله وليد التعبير والميت روح عادي إسكاد يو المقتول كل دين استكمل وحي أما يستلمتين أجله وحوض الأجيش وحوض المقتول ويا شوارا روح سوي أطلال يراه يتعب الحق الحديد والله قمالي المهم مركب فيه هالكن أمتنا وين ديشة إثنتين لوجه هذا مدى إذن مغتصماها مدى من روحه ولد لوضع جير محالة واكا هذا فيه لوضع جير فصير ربنا بعد قبل وحوليه مروا حاوي مركب فيه إياه مركب خلق روحه عن وقوه إن أربعين النطفة أفرت من عنوفة الله يسمع دي لك بكبير كده بقى روح له وقف مكوات الصلاة كده ما بقى وقت الصلاة كده هو ولا في وحش لأن المراد قوله حواشي الجمل بكسر بريكتاب وأطلق الأماتة على ما قبل نفخ الروح أنت لو أورم لأن المراد من ذلك جعل شيء وحلقين عادم الحياة من النورين ابتداء قال وحي في حواشي الجمل قول إحياءتين لبا النور عبارة غيرها أمتنا موتتين وأحيتنا حياتين حي جلالكم الحيل قال في تفسير الدلالة أمتنا إثنتين إماتتين وأحيتنا إثنتين إحياءتين لأنهم ذلك كانوا مضافا بها أمواتا إنتين فأحيوا والنور ثم أميتوا والدلالة ثم أحيوا للبعث أمتنا إثنتين إذا ملك مفعول ثاني لمنصوب علامة النسب وعادك رضي أمتنا والدش إثنتين علماء قال بأن الصفة على قديم الصفة محل سوء قدر إماتتين لبديل لا بد أن
اثنتين مركا اثنتين وهذا صفة لموصوف محذوف موصوف كما حذف منصوب علامة النسب لأن ياوة العنفة لأن أم الحب المتناوي يهدوه وفي جمع المذكر سار ومفرد بين الله وفي جمع المذكر سار جمع المذكر سار إن ياوة المقرنين وما حمل عليه وحلو حمار أم الحقا نحو قوله تعالى ننجي وان بالبادن إنه إلهي المؤمنين المؤمنين الله ننجي فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة المقدرة على الياء من عمل ذوري أثقل وفاعله ضمير مستتر موجب تقدير نحن المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة النسب أليا المقصور ما قبل أن مفتوح ما بعد أن يا وتر عن الكسر وحادي المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة النسب أليا المقصور ما قبل أن مفتوح ما بعد أن يا وتر عن الفتح نيابة عن الفتح لأنه جامع ذكر سالم النور الوضع عن التوين في الاسم المفرد هو عنا وحامل الله موسى يونس 30 ذا سوي وام الحق المثنى 30 الصبح ليلة من ليلة وعدنا فعل وفاعل موسى مفعول أول 30 مفعول ثاني منصوب علامة النسب الياء نيابة عن الفتح لأنه من الحق بجمع المذكر سالم عدد كيو لا واحد لهم إلا في مفرد مراه ثلاث أطابير المفرد كيدو هي ثلاث يضع بصدح ليلة النوى تميز بعد العدد كأها وأما عذف النون النون تقول تيز فيوقف روحان علامة العرام للنصف قريبها في الأفعال أفعشد غير التي أفعشا سوء رفعها البذو كيدو بثبوت النون المتصورة شيد وأنحو قولي تعالى إلا أن تقول ملكين أو هاتان ما إلا أن تكون ملكين أن تكون لا وإلا لا تحذر وهي عن حرف مصدر ونصب تكون فعل مضارع منصوب بأنه علامة النسب حذف النون لأنه من أفعال الخمس تكون أمرك أصل حديث كمتصرفة من كان ناقصة واسم تنصب الخبر ألف تثنية واسم تقول أمي على السكون في محل رفع ملكين أنه خبر منصوب علامة النسب اليد نياوة العنفة لأنه مثمنا وأن تصوم إن صوتها ما خير لكم إليه خير بدل أن حرف مزدر ونصف تصوم في المضارع مصوم بأن علامة النسب حذف النون لأنه من أفعال خمسة ومن جماعة فاعل من على الصوم في محل رفع أريد أن أقول لكم ابتداء نووي مع دورته أن وما دخل عليه أن يوحى يكشع تصوم في تأويل المزدر والتقدير صومكم صومكم مبتدئ خير خبر أبقى سأل مبتدأ على الناس وأن تصوموا إلى صوتان أي صومكم صوم من خير الله لن تقومي إستعين ميسا لن حرف النفي والنصر واستقبال تقومي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النسب حذف النون لأنه من أفعال الخمسة ويا الله نزلت المقاطعة فعل من على السكون في محل إرافعين والله سبحانه وتعالى أحمد